نحييكم أعزائي المشاهدين ونقول لكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم ونقدم لكم الحلقة 11 من البرنامج القرآني القصص القرآني. الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ. اهتمام القرآن الكريم بالقصص القرآني يأتي في سياق المساحة الكبيرة التي أعطاها لمفاهيم الحركة التاريخية، أي سنن الله العاملة في التاريخ. القرآن الكريم يقول حتى أولئك الحكام الذين يوازنون بين القوة والحكمة لا يمكن أن يبلغوا المدى أمام علم الله الشامل سبحانه وتعالى.